هناك أخبار كثيرة، نذكر بعض الأخبار يعني في بهذا الأمر. هون في التفسير الجليل للسيد هاشم البحراني رحمه الله عليه، معروف بالبرهان في تفسير القرآن، في الجزء الخامس منه في سورة المعارج، الجزء الخامس في سورة المعارج الحديث الثامن، عدة أحاديث ولكن اخترنا الحديث الثامن وما يليه، بسند معنعن عن أبي بصير رضي الله عنه عن الإمام الصادق المعظم صلوات الله عليه أنه تلا سأل سائل بعذاب واقع للكافرين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام، ليس له دافع. يفسرها الإمام عليه السلام، ما معنى الكافرين في الآية؟ قال للكافرين بولاية أمير المؤمنين، ليس له دافع. ثم قال هكذا في مصحف فاطمة معظم صلى الله عليه وسلم. الحديث الثاني مثله بزيادة أنه قال هكذا والله نزل بها جبرائيل على النبي صلى الله عليه وآله، وهكذا هو مثبت في مصحف فاطمة المعظمة سيدة النساء عليه السلام.